للمزيد من القراءة والمطالعة حول هذا الأمر ينضم إلينا من أبها استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي. حياك الله دكتور طارق معنا على التاسعة. دكتور، ما هي قراءتك الأولية لمستوى ربما التزايد الطفيف الحاصل في معدل الإصابات اليومي لدينا في المملكة؟ الله يحييك أخي محمد والأخوة المشاهدين. طبعا كما ذكرت هذا ازدياد طفيف وتذبذب أنا بعتبره يعني مقبول. احنا سجلنا في بداية يناير في 2 يناير أقل عدد حالات، كانت 82 حالة في ذلك اليوم، والآن اليوم نسجل 270 حالة، فلا شك في هناك ازدياد. ولكن لو نظرنا للوضع العام اللي هي عدد الحالات الحرجة لا زالت في تناقص ولله الحمد، والوفيات لا زالت في تناقص. اليومية اليوم عدد الوفيات 4 حالات، فهي في المعدل النازل لا زالت، وهذا مبشر بالخير. بالنسبة للتذبذب هذا متوقع، ولكن لابد أن نأخذ الحذر، لابد أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازات. وأنا أعتقد أنه الحمد لله إحنا من أفضل الدول من ناحية اللي هي الاستقرار في عدد الحالات. الحمد لله مسجلي حالات قليلة جدا، خصوصا في فترة الشتاء كنا نتوقع أن تزداد الحالات، ولكن ولله الحمد لم يحصل هذا. شكرا. نعم. دكتور طارق، يعني إذا ما ربطنا هذا الكلام بحديث وزير الصحة بالأمس، يعني وزير الصحة ربما تحدث بلهجة تحذيرية للمواطنين. صحيح، هو لابد من أخذ الحيطة والحذر. الازدياد واضح يعني إلى حد ما، يعني قلنا 81 في بداية الشهر حالة، والآن 170، هذه تقلق إلى حد ما. فلابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد ولبس الكمام اللي يطبق، لأن الناس في طبعا لما شافوا أن الحالات قليلة والإصابات أقل، وهذا يمكن صار في شوية تجاوزات بسيطة، وخصوصا الاجتماعات في الزواجات في المناسبات، هذه ربما هي المشكلة اللي تواجهنا الآن. نعم. جميل، شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا هاتفيا استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي.